أنا آسفة، هنتابع بس الشأن الأمريكي اتفضل. والانتخابات الأمريكية الدائرة في هذه اللحظة. معنا على التليفون أستاذ وليد فارس، مستشار المرشح الجمهوري دونالد ترامب للشؤون الخارجية. مساء الخير أستاذ وليد. أهلا بكم. أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. في هذه اللحظة هل في أي تقارير أولية تستند إليها الحملة في تحديد من هو المتقدم؟ هنالك تقارير متعددة، نحن الآن الساعة 1:30 بعد الظهر، إذن لن تأتي تقارير فعلية قبل الساعة ربما السابعة بتوقيتنا، ولكن الحملتين طبعا كل منهما يركز على الولايات حيث هنالك تقدم، وهم يطلعون على هذا التقدم من الوكالات التي تسأل الناخبين بعد أن ينتخبوا وبعد أن يخرجوا إلى الخارج إلى من هم انتخبوا، ولكن لا يمكن الاتكال على ذلك حتى الآن. لكن بشكل عام وقائع اليوم الانتخابي، فعالياته، مراقبتك لهذه الفعاليات، تقييمك ايه يا فندم؟ اول شيء وانا كنت مستشار للمرشح الجمهوري السابق ميت رومني في العام 2012، الفارق الكبير بين الحملتين بين يعني الحلقتين الانتخاب هي قدوم اعداد كبيره، ربما يعني لا اقول ضعفي ولكن يعني ملايين اكثر من الأمريكيين أولا سجلوا لدى الحزبين وربما لدى الحزب الجمهوري أكثر، ولكن لا ننسى أن الآلة الانتخابية للحزب الديمقراطي أساسا هي أكبر. إذا ما نراه، وأنا قد اختبرت ذلك بنفسي عندما ذهبت لأدلي بصوتي هذا الصباح، أن هذه الأعداد كبيرة وكبيرة جدا. هذا أولا. أما ثانيا هلو؟ أيوة فندم، مع حضرتك. طيب للأسف انقطع الاتصال.